الآن نأتي أبنائي إلى الإعداد الأولي، يعني معرفة عدد أنه أولي أو غير أولي. إذن لننطلق على بركة الله. لدينا هذه الخاصية، ماذا تقول؟ تقول كل عدد طبيعي آن، يعني 5، 6، 10 لا يهم، المهم هذا آن غير أولي، أكبر تماما من الواحد، لأن قلنا الواحد عدد غير أولي، حتى الآن غير أولي، لكن شرطه يجب أن يكون هذا الآن 2، 3 إلى ما فوق، هذا الشرط الأول. يقبل قاسما أوليا، ها هو الشرط يا أبنائي، حتى يقبل قاسما أوليا يجب أن يكون جذر تلك العدد، مثلا نقول جذر مثلا 12، يجب أن يكون أصغر أو يساوي من عدد أولي. نحن نعلم الأعداد الأولية اللي هي قلنا هي 2، 3، 5، 7، 11، 13، 17 وهكذا. هذه هي يجب أن يكون حتى نعرف أنه أولي أو غير أولي. ما زال لم نتحدث عن ذلك، إنما كل عدد طبيعي آن غير أولي يقبل قاسما أوليا مهما كان، فإنه يقبل. لو نأتي الآن إلى 12، إنه يقبل القواسم الأولية، مثلا يقبل 2، يقبل 3، هذه الأعداد الأولية التي يمكن أن يقبلها كقاسما للعدد 12. لكن من خلال هذا التطبيق الذي سوف نتطرق إليه سوف تعرفون كيفية برهان على أن عدد أولي أو غير أولي مهما كان كبيرا جدا. إذن لنلاحظ جيدا، قال في كل حالة من الحالات الآتية أذكر إن كان العدد أوليا أم لا. ننطلق في المثال، أحببت أن أنطلق بالمثال الثالث حتى تكون أمورنا جد بسيطة، لهو 841. كيف يمكننا أن أعرفه أنه عدد أولي أو عدد غير أولي؟ إذا قلنا عدد أولي أنه يقبل القسم على الواحد وعلى نفسه فقط. نتابع جيدا هنا إلى خطوة، طريقة لمعرفة إن كان العدد آن عدد كيف هو أوليا أم لا. الآن هنا عندنا هذا هو الآن، هذا هو الآن اللي هو 841. نحسب أولا جذره، هذا هو الشرط الأول. نحسب ماذا؟ جذره، معناه سوف نقوم بحساب جذر هذا العدد بالآلة الحاسبة، فوجدناه أبنائي 29. ركزوا، هل أولي أم لا؟ لاحظوا، قال إذا كان جذره جذر آن اللي هو ها هو جذره عددا طبيعيا، أي آن مربع تام، يعني هذا 841 مربع تام، فإن آن غير أولي. إذن هذا العدد مباشرة نقول غير أولي. لماذا؟ إذا حسبنا جذره يا أبنائي وجدناه بدون فاصلة، فاعلموا أنه غير أولي، لأن أو آخر حاجة أنه يقبل القسمة على 29. هذا الأمر الأول. لو نأتي مثلا إلى مثلا العدد 16، 16 لو نجذره يعطينا 4، مباشرة نقر على أنه غير أولي. هذا المثال الثالث، إنه غير أولي لأنه جذر تام. نأتي الآن إلى المثال الثاني اللي هو 341. كيف يمكننا؟ أولا تقول القاعدة، ركزوا هنا، تقول إذا كان آن جذر آن، ها هو جذر آن، هذا لما نحسبه يا أبنائي هذا الجذر سوف نجده 18.46، يعني تبقى لنا أعداد أخرى لا يهمنا، المهم نجد 18.46. إذن ها هو الجذر غير طبيعي. نقسم، ركزوا، بما أن حسبنا الجذر 341 ووجدناه غير تام مثل هذا المثال الذي قبله اللي هو هذا، فلا نقول أنه أولي أو غير أولي، سوف نكمل المسير. آن نقسم آن، يعني نقسم هذه 341 على الأعداد الأولية الأصغر من جذره. ما هي الأعداد الأولية على الترتيب؟ ما هي الأعداد الأولية الأصغر من 18.46؟ الأعداد الأولية أكيد اللي هي 2، 3، 5، 7، 11 وماذا؟ و13 و17. هذه الأعداد الأولية الأصغر من 18.46. ما ننطلق أولا ب، نقوم ب 341
وأربعون نقسمها على اثنان، أكيد يعطينا بالفاصلة، فنعيد. نقسم الآن على ثلاثة سوف يعطيكم بالفاصلة، نقسم على خمسة سوف يعطيكم بالفاصلة، نقسم على سبعة سوف يعطيكم بالفاصلة، نقسم على 11 ماذا نجد؟ نجد هنا 31 بدون فاصلة. فمباشرة نقول أن هذه 341 وجدناها أنها 11 في 31، إذن هذا 341 غير أولي. لماذا؟ لأنه يقبل القسم على 11 ويقبل القسم على 31، إذن هذا غير أولي. قررنا قمنا بالإقرار على أنه غير أولي، لأن في عملية القسم على الأعداد الأولية في واحدة منهم وجدنا أن القسم تم، إذن نقر على أنه غير أولي. نأتي بعدها أبنائي إلى المثال 349. أولا نقوم بتجذيره، نحسب جذره. ماذا أعطي لنا؟ أعطي لنا يا أبنائي اللي هو 18.68. ما هي الأعداد الآن الأولية الأصغر من 18؟ اللي هو الاثنان، الثلاثة، الخمسة، السبعة، الـ11 والـ13 والـ17، هذه الأعداد الأولية الأصغر من 18. ننطلق الآن لو نقوم بالقسمة، بقسمة 349 تقسيم ماذا؟ أولا تقسيم 2 نجد بالفاصلة، أكيد سوف نجد ماذا؟ 174.5، 174.5، إذن لا. ننتقل الآن إلى الثلاثة، كذلك نجد بالفاصلة، إلى خمسة نجد بالفاصلة، إلى السبعة بالفاصلة، إلى 11 بالفاصلة، نجد 13 كذلك بالفاصلة، ونحسب على 17 فنجد كذلك بالفاصلة اللي هي 20.52. إذن ماذا تقول القاعدة؟ انظروا، إذا وجدنا، إذا كان، ركزوا جيدا، إذا كان كل البواقي غير معدومة نقر أن آن أوليا. ما معناه؟ لما قسمنا على جميع الأعداد الأولية الأصغر من جذره اللي هي أصغر من 18 وجدناهم كلهم بالفاصلة، نقول ومنه بكل بساطة العدد اللي هو 349 عددا أوليا. لاحظتم؟ إذن أولا نقوم بتجذير ذلك العدد، إن وجدناه جذر تام نقر على أنه غير أولي. المرحلة الثانية أن نقوم بتجذيره، وجدنا أن 18.46 هذا جذره، أعطى لنا كم؟ قلنا أعطى لنا 18.46. لما أعطانا هذا الشيء عينا الأعداد الأولية الأصغر منه وقسمناهم، قمنا بقسمة 341 على تلك الأعداد وجدناهم، لما وصلنا إلى 11 ذهبت الفاصلة فنقر على أنه ليس أولي. أما المثال الأخير لو 349 قمنا بتجذيره يا أبنائي، وجدنا 18.68 بالتقريب، دائما هي أمور تقريبية، حتى تفهموا هذه الجذور بالأمور التقريبية، فقسمنا بالأعداد الأولية الأصغر من 18 لم نجد عددا أعطى لنا بدون فاصلة، كلهم بالفواصل، فنقر علينا أن العدد كيف هو؟ إنه عددا أوليا يا أبنائي فقط. وها هو مثال آخر، هذا لبكالوريا 2015 للشعب الرياضيات، عليك أتركه لكم، برهنوا على أن هذا العدد عددا أوليا. أولا قوموا، قلت ب 89 قوموا بتجذيرها، التجذيرها سوف يعطيكم أكيد 9 فاصل، وأكملوا. ما هي الأعداد الأولية الآن الأصغر من 9؟ أكيد اللي هي الاثنان وماذا؟ والثلاثة والخمسة والسبعة. قوموا بقسمة 89 على هذا فتجدوا الفاصلة، وهذا على الفاصلة، وهذا على الفاصلة، وهذا على الفاصلة، فتقرون على أنه مهما كان إن هذا العدد هو عدد أولي فقط يا أبنائي.